يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفه. حطوني في حته كده اسمها ستيفا، استنيت فيها. ايه ده، ايه ستيفا دي؟ I've never heard of it. حته كده زي ويتنج اريا بس زحمه قوي، حاطين فيها كل المجرمين. This is so cool. الجوجل تستني. ما اعرفش، I don't think انك هتلاقيها يعني. نيلي سو ازيكم؟ هاي هاي هاي. شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلبش بعيد. على فكرة أنا كمان شفت الانترفيو بتاعك، كان بشع. إن شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي، بس أنتي بقى لما تتحبسي المرة الجاية بقوليلي عشان أبقى أجيبلك عيش وحلاوة. باي باي. So funny وفيك قوي. على فكرة دي مش عينيها، دي لانسز. أنا ركزت دلوقتي. بس لايقين على بعض جدا. سو أنتي هبلة صح؟ لا أنا عادي. أنا مش فاهمة يعني، هي بتغزني عشان طلعت في انترفيو؟ أنا ممكن أخلي بابي يطلعني في أي انترفيو أنا عايزاه بكرة على فكرة. أنا نيلي، هي طالعة في انترفيو بتتكلم عن الحاجات الخيرية اللي هي بتعملها، أنت هتطلعي تعملي إيه؟ إيه المشكلة يعني؟ أنا كمان هعمل خيرية. بإذن الله، ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجودة يا خالتي. لا يا بنت، إزاي عايزاني أكذب؟ يا نوشة يا حبيبي أنا جاية أفتح لك أهو. عايزاني أكذب يا شريهان؟ اخسى عليك. حاضر يا حبيبي جيال. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشه، وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي، مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه، الكلام ده ما يمشيش معايا. مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي. عايزين تفضوها سيره، ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، جاتك 60 نيله. ايوه كده، اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكم براحتكم بقى. ها، وانتي يا حبيبه خالتي افردي وشك شويه، ادي الواد شويه حنيه. وانت يا نوشه ما تنساش بقى سلمني على امك، اصلها وحشاني يا معسله قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعة حاجة ولا ايه؟ ايه يا غزال؟ مالك حرنان علينا ليه كده؟ أنا أصلاً مش موجودة يعني، أنا في مشوار. طب ما تتأخريش بقى عشان أنا قاعد مستنيك. ايه؟ في يا بت؟ بقالي أسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ أنت إزاي ياض يا هاني يا معفن تسيبني واقفة في الشارع وكمان وأنا لابسة في برتقانة؟ ايه ده، هو أنت ما كنتش راكبة جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله. ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبة وغلاوة. دي غباوة. شوشو، أنا جاي عشان أصلحك وأفسحك وأخرجك من المود اللي أنت فيه ده. ومين قالك أصلاً إن أنا هنزل معاك؟ ليه؟ ما عنديش كرامة؟ ماشي يا شوشو، براحتك. ألغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة أمك يعني؟ أنت كنت هتوديني الدريم بارك؟ وتركبني الدودة والمنخل؟ دودة إيه وأنا موديك جنينة الفسطاط؟ بقولك الدريم بارك. اوعى يا هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. بس ما فيش شله، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ ما فيش كرامه في الملاهي. هاني هاني 5 دقائق بالظبط هكون موجود. بس وحياه ابوك، خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها، يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت نشرها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك، فاضلها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين وبتكويها ليه اصلا؟ الخير. الو
ايه يا حبيبتي في ايه؟ ما تقلقيش يا صباح، هتاخد منك الشال عشان نقعد براحتنا بس مش اكتر. طب خدي وخدي دي كمان لحسن، ده انا حران. لا لا كفايه الشال. لا ما تخافش، انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي خدي. يوه ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، اصل راحه بيها فرح بكره. تعالي. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير، ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا، نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال هانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟ انا بحب اشرب معسل. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها دخلها بسرعه بس عشان ننجز الله يخليك. ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انتوا مين بقى؟ انا الماكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الانسه نيلي. الانسه نيلي؟ نيلي 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 فوازير بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ انت مش فاهمه، كارثه. الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص، وكمان انا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفه اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا ايه. ابعتيلي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو عادي، بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف ولا يوسف عادي عشان ما كبركش؟ يو تمشي يعني، مش ازمه. أوكي. اي حاجه. حضرتك؟ انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحله الجايه انا عايز ابقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط، خطفه كده. نيلي. تمام يا نيلي. اوكي طيب ممكن نقعد. اوكي معلش، بس قبل ما نقعد هديلك الورقه دي، دي اللي فيها الاسئله اللي هتسالها لي. انت جايبه لي انا اسئله يا نيلي؟ ميرسي. طيب بما انه جايبه لي الاسئله، فانا ممكن استاذن في حاجه في الاسئله دي؟ اتفضل. في سؤال هنا انا عايز ابدا بيه، اللي هو ايه اكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدا بيها بتسخن. لا معلش بليز، ما تغيرش ترتيب الاسئله. ولو عايز تسالني على تاتوز او بيرسينجز اتس نون اوف يور بزنس. فاش بالظبط، الحاجات الشخصيه دي ما بنتكلمش فيها على الهواء اطلاقا. بالظبط. حاضر يا نيلي، اتفضلي اتفضلي. ميرسي، ربنا يخليكي. عن اذنك. الاسئله هنا، انت رايحه فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي، انا بقعد الناحيه دي. جايبه معاك من بيتكو يعني؟ انت بيبي قوي. لا بيبي ايه، هو ده البرنامج يعني، كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم، اقعد في اي حته. طيب اتفضلي اتفضلي. ممكن تظبطني بس؟ قام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت يعني. هم يا جماعه عايزين يصوروا اعلان، وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بنطق، مكاسات، مقابض، اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بصي يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني، انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني، تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده، ده الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا لا لا، ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا يا بنتي. انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابوس ايدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات. ليه يا هاني؟ احسن يا وحش، جدع يا بنت شوشو، جدع. شكلك حلو جدا في الكاميرا، وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه، برافو عليك. هاني ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني، دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه، ورحمه امي هطرش يا هاني، هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قول لهم عصام الحمام مش قادر. Thank you.
تاني. وحش وحش وحش. هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. والله خرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو شوشو هو ده هايل يا عصام. مكان من الاول يا اخي. منك لله منك لله. البنت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكره. خد جيب الهنا والشيف. اي اوامر تاني ست صباح؟ اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشيفة، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبدالله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني يما. احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي؟ عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم؟ الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا. ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعة ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعة ونص كاملة؟ ساعة ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزة اخرج من كل التابوز وافكر out of the box. كفاية بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسة. معقول الناس زهقت كل يوم لحمة فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاج وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي. فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين وجوده. بلا رخصه يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي. هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب